السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم مزيانه. صراحه قبل كل شيء بغيت نشكركم بزاف بزاف على المتابعه والدعم. الحمد لله وصلنا 6000 متابعه، دونك العائله بالنسبه لي كبرات وهذا الشيء كيفرحني بزاف. شكرا لكم البنات، شكرا لكم بزاف بزاف، وانا مازال محتاجه الدعم ديالكم ان شاء الله باش نستمر. اليوم بغيت نشارك معكم لي دو كريم هيدراتونت اللي كنستعمل حاليا. كيف ما كتعرفوا البنات اللي متابعيني من شحال هادي، دائما في هذه الفتره كنشارك معكم لي كريم هيدراتونت. علاش؟ حيت ضروري من الترطيب، فاش كيبدا يدخل البرد البشره كتنشف اكثر وكتحتاج الترطيب اكثر. دونك دائما البنات حرصوا انكم ترطبوا البشره ديالكم، فهي اهم حاجه. هاد لي دو كريم هيدراتونت من احسن الكريمات اللي جربتهم. امبريوليس 3 زونا، كنسمع بزاف بنات كيهضروا عليها، دي زونغليز دي فرونسيز، اي فينالمون حتى انا جربتها وفريمون جو كونفيرم زوينه بزاف البنات. 3 زونا كريم هيدراتونت باز دو ماكياج اي ماسك هيدراتون، دونك كنستعملها في الصباح وفي الليل بوغ هيدراتي ما بو. كنستعملها كوم باز دو ماكياج اون كوش فين، كتليسي لو غران دو بو، كتعطي داك لي في ليس، يعني فريمون كتعطي ملمس حريري للبشره غزاله بزاف. وماسك هيدراتون تقدروا تستعملوها كوم ماسك اون كوش ان بو ايبيس، كتغذي البشره كترطبها وكتوحدها. انا البشره ديالي مختلطه البنات وكتوحد ليا النوعيه ديال البشره ديالي، يعني كتعطي داك الملمس حريري للبشره كلها، كترطبها كلها وكتعطي واحد لو كونفور للبشره زوين بزاف. دونك البنات كنصحكم بها، جربوها ان شاء الله ما غتندموش وما غتبقاوش تستغناو عليها، حيت انا بصراحه شخصيا ما بقيتش نقدر نستغنى على هاد لا كريم. انا خديتها من لا فارماسي ب 22 اورو ولقيتها في لو سيت ديال ombrioliss.fr، لقيتها بقل، لقيتها ب 18 اورو دونك موان شير في لو سيت. اي فوالا بنات، دونك ان شاء الله جربوها وردوا عليا. Ensuite pour le contour des yeux عندي هاد او سيرين، هو اللي وليت كنستعمل 3 شهور دابا وانا كنستعملو، يعني جربته مزيان صراحه غزال غزال بزاف هاد لو كونتور دي زيو. تيحيد البنات لي ريدول دو ديزيدغاتاسيون و يل بريفيان لي ريد اوسي، حيت فيه لونتياج مي تقدروا تستعملوه ابتداء من 25 عام، يعني 25 30 عام تقدروا تستعملوه. كما قلت لكم تيحيد لي غديول دو ديزيدغاتاسيون، تيرطب مزيان الدوره ديال العين، ترجعها الاستيك وكتلاحظوا لو ريزولطا، و يل بريفيان لي ريد. دونك فريمون توب 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 البنات. هذا انا لاحظت لو ريزولطا صراحه من بعد 3 شهور، لاحظت ان الدوره ديال العين ديالي ولات مرطبه مزيان اكثر من قبل، و الاستيك لي ريدول دو ديزيدغاتاسيون ما بقاوش، كانوا عندي دوك الشريطات في خفافين في الجناب ديال العين فاش كنضحك وداكشي، دونك ما بقاوش. صراحه زوين زوين بزاف، يعني ما غاديش ندموا عليه، جربوه البنات. خديته من لا فارماسي، ساشون كاينه لا غام ديالو كلها كريم هيدراتون دو جور دو نوي، انا ما خديتهمش، خديت غير كونتور دي زيو، مي ان شاء الله عولا نجربهم حيت فريمون عجبني وحتى هما غادي يكونوا زوينين بزاف. المهم فوالا الا بغيتو تاخذوه اون كابتور ديكرون. وبالنسبه لي زونتياج البنات تقدروا تستعملوهم كما قلت لكم ابتداء من 25 عام، غير نتوما ديما ردوا البال لاج، يعني حيت كاينين دي زونتياج ديال 40 50 عام، هذوك غادي يكونوا مجهدين بزاف بالنسبه للبنات اللي عاد باغيين يبداو لونتياج. فوالا بنات، نتمنى نكون عطيتكم معلومات كافيه، وإلا عندكم اسئله نيزيتي با في لي كومونتير، واقتراحات بالنسبه للفيديوهات الجايه ان شاء الله. وشكرا بزاف بنات، شوفوا لي غرو بيزو.